أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما هزم الله عباد النار في معركة القادسية الكبرى على يد جند التوحيد، هرب ملكهم يزد جرد الثالث الأخير، يلتحف الذل والهوان، وينادي حاله بالقهر والخسران. سار إلى المدائن، ثم إلى حلوان فأصبهان، وبدأ يستميل الملوك والأمراء ويستثيرهم على المسلمين، وكاتبهم ما بين الباب والسندي وخرسان، يؤلبهم على أهل التوحيد طمعا منه بإعادة ملكه الذي زال. قال لهم: إن نبي العرب قد مات، ومالكهم من بعده هلك، وقد طال ملك عمر، ولن يكتفي عمر بالذي أخذه منكم، ولن تنقطع جيوش العرب عن ذراريكم ونسائكم، فقوموا معي حتى نستعيد عز المجوسية. ولم يزل يكتب ويؤلب ويخوف حتى تكاتب ملوك من فارس ومن أمرائها، وتعاقدوا واجتمعوا عليه، وعادوا مرة أخرى تحت لواء يزد جرد الثالث، مكونين جيشا لا يقل عن 150,000 مقاتل. زحف زحف مهول للمسلمين، ووضعوا عليهم 2000 رزان، وكان ذلك في سنة 20 للهجرة. تسامع الناس بالأخبار، كتب عمار بن ياسر بذلك لعمر. لما وصلت صحيفته لعمر وكان في المسجد، أرسل عينيه في البكاء، نظر رضي الله عنه للرسول الذي جاء بالصحيفة، قال: ما اسمك؟ قال: قريب. قريب يا أمير المؤمنين. قال: ابن من؟ قال: ابن ظفر. فتنفس عمر وتفاءل وقال: ظفر قريب إن شاء الله. وأخذ الصحيفة ومشى باكيا إلى منبر رسول الله، وهو في الطريق ينادي: أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ أين من ها هنا من المسلمين؟ لم يزل ينادي حتى امتلأ عليه المسجد رجالا، فصعد المنبر رضي الله عنه، حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، وقال: أيها الناس، إن الشيطان جمع لكم جمعا عظيما مهولا، ألا وإن أهل الري وهمذان وأصبهان وأذربيجان وأهل ماه وقوس أمم مختلف ألوانها وأديانها اجتمعوا على حربكم، يسيرون لقتلكم، ألا وإن هذا اليوم له ما بعده من الأيام، فأشيروا علي يا قوم. قام طلحة بن عبيد الله، قال: يا أمير المؤمنين، لقد حنكتك البلايا وعجمتك التجار، ولم ينكشف أمرك إلا عن خيار، ولم تزل ميمونا نقيبا مبارك الأمر، فمرنا نطع، وادعنا لما شئت نجب، واحملنا نركب. فأثنى عليه عمر خيرا. ثم قام عثمان بن عفان، قال: يا أمير المؤمنين، أرى أن تكتب لأهل الشام وأهل اليمن ليسيروا من شامهم ويمنهم، ونسير نحن من الحرمين، فتكون أنت الأعز الأكبر بإذن الله. فأثنى عليه عمر خيرا. ثم قام أبو الحسنين، علي بن أبي طالب مبارك المشورة، قام رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إنك إن تكتب لأهل الشام ليسيروا إليك، إذن تسير الروم إلى ذراريهم ونسائهم، وإن سارت لك أهل اليمن سارت لهم الحبشة، وإن تخرج بنفسك فيراك العجم، سيقول قائلهم: هذا الريس العرب وملكهم، فهذا والله أجرأ لحربهم وأشد لبأسهم. وإني أذكرك الله يا أمير المؤمنين
أن لا تخرج بنفسك فتنقلب عليك الأرض من أقطارها وأكنافها. لو أنك قتلت يا أمير المؤمنين لم يعد للمسلمين نظام، إنما ذكرته من جمعهم وزحفهم المهول لا يخيفنا، وقد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقاتل بعدة ولا عدد، إنما نقاتل بالنصرة من السماء. وإني أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب لأهل البصرة فيخرج منهم فريق إلى أهل الكوفة، فإذا اجتمعوا خرجوا متوكلين على الله لا يخافون من عدوهم، والله أدافع عن الذين آمنوا. فكبر عمر وقال هذا والله هو الرأي، ثم قال أشيروا علي برجل أجعله على جيش المسلمين. قالوا توسم أنت فلم تزل مبارك الرأي. قال والله لأجعلن على رايتهم النعمان بن المقرن، لأجعلن على رايتهم رجلا يكون لأول أسنة يلقاها هو لها هو لها. فقال الناس هو لها. فلما كان من الغد صلى في المسجد وبجانبه النعمان بن المقرن، وانتظر عمر حتى أنهى النعمان صلاته، وقال يا نعمان إني مستعملك. فقال يا أمير المؤمنين أما جابيا فلا، لا أريد المناصب ولا الكراسي، أما جابيا فلا، وأما غازيا في سبيل الله فنعم. قال بل أنت غاز بإذن الله، واستعمله على جيش المسلمين. النعمان بن عمرو بن المقرن المزني قائد المسلمين في معركة فتح الفتوح التي تكافئ في الصدارة معركة القادسية، والله ما رأى الناس قائدا في ذلك الزمان كالنعمان بن المقرن من أهل بيت إيمان من الأعراب الذين أثنى الله عليهم في كتابه. النعمان بن المقرن الذي أنهى وجود الدولة الساسانية في أرض فارس، وكله عمر بقيادة الجيش. فلما تهيأ النعمان للمسير ونظر من معه من وجوه الصحابة ومن السادات ممن نزل فيهم القرآن من سادات المهاجرين والأنصار، تفور قلوبهم طمعا بالشهادة والنصرة لدين الله. نظر وكبر فرحا بمن معه. فلما تهيأ للخروج أوصاه عمر، قال يا نعمان سر إلى عدو الله بأمر الله وعونه ونصره، ألا لا توطئن من معك بعرا فتؤذيهم، وترفق بالجيش ولا تمنع عنهم حقا، والله يا نعمان لأن تعود إلي برجل واحد سالم منهم لهو أحب إلي من الدنيا وما فيها. لا يريد عمر المال ولا الغنائم، لأن ترجع إلي بأحدهم سالما يكون مع عياله هو أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال له يا نعمان في جيشك عمرو بن معدي يكرب المذحجي وطليحة بن خويلد الأسدي، أحضرهما واستشرهما في الحرب فإن كل صانع أدرى بصنعته. ثم نادى السائب بن الأقرع الكندي وقال له يا سائب أنت حفيظ على الغنائم، اقسموها بحق كما أمر الله. يا سائب إذا هلك هذا الجيش فامشي في سواد الأرض لا أنظر إليك بواحدة، والله لبطن الأرض أحب إلي من ظهرها إذا هزم جيشكم هذا، عليه يقوم أمر الإسلام في بلاد فارس. ثم كتب رحمه الله إلى أهل الكوفة لقد استعملت عليكم النعمان بن المقرن المزني، فإذا قتل فحذيفة بن اليمان العبسي، فإذا قتل فعبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري، فإذا قتل فجرير بن عبد الله البجلي، فإذا قتل فالمغيرة بن شعبة الثقفي، فإذا قتل فالأشعث بن قيس الكندي، فإذا قتل فأمركم إليكم. فلما انطلق الجيش كتب عمر إلى قريب وحرملة ممن كانوا على السوس والأهواز أن يحموا تخوم فارس ليمنعوا المدد عن أهل نهاوند، ووصلت الجيوش إلى أرض نهاوند، مدينة نهاوند في أرض إيران هذا الزمان. وصلت الجيوش هناك، بدأ الفيروزان يوكل المهام للقادة، ورأس قادته رزدق
وبهم جدويه، عبأ الجيش وحرض الكتائب. وقف النعمان نظر إلى جيشه، لقد التحق به من الشجعان والأبطال ممن يطمع بالشهادة، من لم يشهد القادسية أقوام من الصحابة وأبناء الصحابة. فرح بهم وكبر وكبر الناس، نظر فجعل على مقدمته نعيم بن المقرن، وعلى المجنبتين حذيفة بن اليمان والقعقاع بن عمرو، وعلى الساقة مجاشع بن مسعود. وبدأ القوم يتراسلون قبل المناجزة، ودخل المغيرة بن شعبة الثقفي على ذي الحاجب مردان شاه من أعظم القادة الفارسيين في تلك المعركة. دخل عليه المغيرة بن شعبة، كلمه بلسان ينطق عزة وملأ قلوب الأعاجم خوفا ورعبا. وحكايته رواه الطبري في تاريخه. لما دخل المغيرة بن شعبة، والمغيرة رجل مهيب عظيم وكان أعور العين طويل الشعر، لما دخل عليه أعد له مجلسا يلتمع البصر فيه مما يبرق من الرماح والسيوف والسلاح، وهم يقفون على سيدهم كالشياطين، وسيدهم يجلس على سرير من ذهب ويضع التاج على رأسه. لما دخل المغيرة بن شعبة دفعوه وانتهروه، فقال المغيرة بن شعبة: كفوا وإلا رجعت، والله لا أنا في قومي أشرف من هذا فيكم. فقال ذو الحاجب: دعوه. فدخل وجلس. قال ذو الحاجب: أنتم العرب تجترئون علينا، أنتم العرب، والله ما رأينا أقذر قذرا منكم، والله ما منعني أن أرميكم بالسهام إلا تقذرا وتنجسا من جيفكم. أتجترئون علينا؟ لعلكم أصابكم الجوع، إن شئتم أعطيناكم وارجعوا. فلما سكت قام المغيرة قال: الحمد لله الذي لا إله إلا هو، أثنى على الله وصلى على نبيه وقال: ما أخطأت وصفنا ولا نعتنا، قد كنا نعيش بشر العيش، أعرى الناس جلودا وأجوعهم جوعا وأبعدهم دارا وأقلهم خيرا، لكن الله بعث فينا رسولا ووعدنا إن نحن قاتلناكم أن ندخل جنة عرضها السماوات والأرض، وإن ظفرنا غلبناكم على دياركم، والله يا ذا الحاجب لا نرجع للقذل الذي كنا فيه، ولنقاتلنكم اليوم حتى نغلبكم على دياركم أو ندخل جنة الله، إما النصر وإما الشهادة. وقام وخرج وملأ قلوبهم رعبا. قال ذو الحاجب: صدقكم الأعور. ويروي أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في كتابه المعجم الكبير، أن أحد عظماء الفرس وأذكيائهم قال لعمر بن العاص يومئذ: ما أنتم؟ لم يقل من أنتم، لقد بالغ في استحقارهم، ما أنتم؟ فقال له عمرو بن العاص: نحن العرب أهل الشوك والقرض وأهل بيت الله. قال الفارسي: أيجترئ العرب على أسيادهم؟ يا الله، إنها النظرة التي ينظر لنا فيها أمريكا والروس في هذا الزمان. أيجترئ العرب على أسيادهم؟ لقد كنتم جوعى ونمونكم، إن شئتم أعطيناكم وارجعوا. فقال له عمرو بن العاص: صدقت، لقد كنا جوعى وكنا نعيش بأشد الناس عيشا وقهرا، لكن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه، وليس بأكثرنا مالا، فقاتلناه وكذبناه فأظهره الله علينا فسلمنا وآمنا واتبعنا وعدنا بالجنة وأمرنا أن ندعوكم إلى ما دعانا إليه، إن أجبتمونا فأنتم منا، وإن قاتلتمونا فإما النصر وإما الشهادة. فقال الفارسي الذكي: لقد صدقكم نبيكم،
والله يا إخواننا إن خطبتي التي عزمت على ذكرها على مسامعكم لتجتمع في هذه الكلمات. والله لو زورت ما في نفسي من خطب كثيرة ماضية ما اجتمعت إلا في هذه الكلمات. قال عظيم الفرس لعمرو بن العاص: لقد صدقكم نبيكم، ولقد جاءتنا أنبياؤنا بمثل ما جاءكم به فاتبعناهم على ذلك فأعزنا الله، ثم نشأت فينا ملوك يعملون بأهوائهم فتركنا أنبياءنا واتبعنا أهواء ملوكنا فسلط الله أمثالكم علينا. فإن أنتم اتبعتم نبيكم لم يشارككم أحد إلا غلبتموه، ولم يقاتلكم أحد إلا انتصرتم عليه. فإن أنتم اتبعتم أهواء ملوككم وتركتم ما جاء به نبيكم وصنعتم كما صنعنا تخلى الله عنكم، وساعة إذن لن تكونوا أكثر منا عدة ولا عتادا، وساعة إذن سنأخذ منكم ما أخذتموه منا. لما وصل الصحابة إلى أرض نهاوند حطوا الرحال، تفقدوا الأرض، نقدوا الطريق، وهيئوا السلاح، واجتمعوا على القتال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تزاحف المسلمون والمشركون في أرض نهاوند في يوم الأربعاء، واقتتلوا قتالا عظيما شديدا لم يسمع الناس بمثله، وكثرت الصرعى والقتلى وفشت الجرحى في الفريقين حتى حجز الليل بينهم، ورجع كل فريق إلى معسكره. فأما المشركون فباتوا حول خمورهم ومعازفهم ومراقصهم ونسائهم، وأما المسلمون فباتوا يئنون من جراحاتهم، يعصبون بالخرق ويبكون حول مصاحفهم ويرجون الشهادة من ربهم. يا إخواني، ما أجمل حياة الجهاد، وما أكرم وأرق قلوب المجاهدين. يا رب يا رب، لا تجعل حياتي مهينة، ولا ميتتي بين النساء النوائح، ولكن شهيدا تدرج الطير في أكفانه وتأكل غربان الفلا من جوانه. وفي اليوم الثاني في غداة يوم الخميس التقى الفريقان مرة أخرى واقتتلوا قتالا شديدا تعالت فيه الصيحات، ولم يسمع إلا أصوات الخيول والسيوف. وكان عظيم الفرس قد سلسل كل عشرة من المقاتلين الفرس بسلسلة خشية أن يفروا، وجعل الفرس يرمون بالسهام، وجعلوا الحسك على الأرض كي تتضرر الخيول وينجحرون في خنادقهم. وطال الأمر وكثر حتى حجز الليل بينهم مرة أخرى. فلما كان المسلمون في اليوم الثالث في صبيحة يوم الجمعة، قام النعمان بن المقرن الذي تفرس فيه عمر، هو لها، وطاف على جيشه، وقف على الرايات وعبأهم، حرضهم على القتال، ومناهم بالشهادة، وذكرهم الله، وقال: أيها الناس، لقد رأيتم هوادي ما وعد ربكم من النصر والفتح وبقيت أعجازه، فاصبروا على ما أنتم فيه من الحق، ولا تكونن دنياهم أعز عليهم من دينكم عليكم، وإنكم تأملون بإحدى الحسنيين. يا أيها الناس، لقد شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الأرواح ويطيب القتال وتحضر الصلاة وينزل النصر من السماء. وإنني مكبر لكم اليوم وهاز برمحي ثلاث مرات، فإذا هززت المرة الأولى فلينظر الرجل في طهوره وليتوضأ وليصلي إن شاء، فإذا هززت لكم الثانية فلينظر الرجل في فرسه وفي شسعه وليصلح من سلاحه، فإذا هززت لكم الثالثة فكبروا واحملوا على عدوكم ولا يولين أحد منكم، وتوكلوا على ربكم وتذكروا أننا نقاتل لأجل الدين وأن النصرة تنزل من السماء. ثم رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك في هذا اليوم نصرا وفتحا
تقر به عيون المسلمين. اللهم وإني أسألك أن تقبضني إليك اليوم شهيدا. أمنوا رحمكم الله. فقال القوم آمين وضجوا بالبكاء، وجعلوا يراعون راية النعمان بعد أن زالت الشمس من كبد السماء. والنعمان معلم بقلنسوة بيضاء ويحمل الراية، فكبر رضي الله عنه وهز الرمح الهزة الأولى، فبادر القوم الطهور وصلى من شاء وضجوا بالدعاء وعيونهم هطل. فهز الراية المرة الثانية فنظر الناس في خيولهم وأخذوا الأسلحة والأترسة، وجعل كل رمحه بين أذني فرسه، ولزموا نحور الخيل، والرجل يقول لجاره إليك عني لا يؤذيك سلاحي وفرسي، ويوصي الرجل أخاه يقول أنا اليوم شهيد لست براجع لعيالي ولا لجيشي. فلما هز النعمان الهزة الثالثة كبر وكبر الأبطال، واهتزت الأرض والجبال، ودوت صيحات الأبطال الرجال في ساحة المعركة حتى برقت السيوف، ودب الله الرعب في قلوب عباد النار، وخفقت ركبهم، وولى جمعهم الأدبار. وكان أول شهيد في ذلك اليوم النعمان. زلقت فرسه وجاءه سهم غرب في خاصرته فسقط رحمه الله ورضي عنه. جاء أخوه نعيم بن المقرن حمله وغطى عليه وأخذ الراية وأعطاها لحذيفة بن اليمان وبايعه، فقال حذيفة اكتموا الخبر لئلا تهن الرجال. واشتد القتال حتى قارب الظلام، والمسلمون ملظون يكبرون ويهللون، وبدأ الفرس يتهافتون في الحفائر، وقتل المسلسلون. والله يا إخواننا، وكتب التاريخ بين أيديكم، ما بين الزوال إلى الإحتام قتل ما يزيد عن 100,000. قسما بالله ما قرأت كتاب تاريخ إلا ذكر السالم منهم الشريط، ما سلم إلا الشريط. ونصر الله المسلمين في ذلك اليوم نصرا مؤزرا، وهرب الفيروزان الجبان، هرب إلى همدان. رآه نعيم بن المقرن والقعقاع بن عمرو معه جماعة فتبعوه، فأدركوه وقتلوه واحتزوا رأسه وغنموا العسل. تسألونني ما العسل؟ انظروا في كتب التاريخ عن سرية العسل، سرية القعقاع ونعيم بن المقرن. استشهد النعمان وأزال وجود الدولة الساسانية، ونشر المسلمون التوحيد والإيمان بعد الجهل وعبادة النيران، نشروا العلم بعد الخرافة. وما ذهبت الأيام حتى أخرجت أرض نهاوند جماعات من الموحدين من علماء الحديث والفقه والأصول. واليوم لما خذل الحكام الإسلام قبعت تلك الديار تحت حكم الصفويين الأشرار، فإلى الله المشتكى من أثر الروافض في ديار المسلمين. والله يا إخواننا، ما ذكرنا سير السلف إلا هاجت اللواعد في النفوس والقلوب حتى نمل عيشنا الذي نعيشه اليوم. كدر الحياة والطمع في الزيادة فيها، كما لو لم نكن من أبناء قوم طمعوا في الآخرة. ما الذي ميز المسلم عن غيره؟ أليس همنا هو الهم الأكبر؟ لقد أذلنا الله لما تركنا أسباب عزتنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه المسلمون. ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ملك البلاد للحكم بالكتاب والسنة وأقم الصلاة.